حييكم أصدقائي المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا هذه الفترة من البث المباشر. انطلقت اليوم أيضا مواكبة لكل التطورات يلي عم بتصير في لبنان ميدانيا، وأكيد التطورات السياسية وآخر المعلومات حول الأزمة التي يجتازها لبنان اليوم. وبسرني بهذه الفقرة أني أستضيف المحامي والكاتب السياسي الأستاذ الياس الزغبي. أهلا وسهلا فيك بتلفزيون لبنان. اليوم السؤال الأول الذي يطرح نفسه وعم بيطرحه كل لبناني، إن كان متظاهر وإن كان قاعد ببيته أو يلي راح على شغله اليوم، لبنان إلى أين؟ حلوي لبنان إلى أين؟ يعني لبنان على القليل ما لازم يرجع لورا، وإذا بقينا هيك بهالعناد بعدم تفهم وقبول والتفاعل مع كل هالإرادة الشعبية، الإرادة اللبنانية الصافية الحرة اللي عم يترجمها على الأقل مليونين لبناني على امتداد الجغرافية اللبنانية وعلى امتداد الزمن يوميا 24 على 24، معناها أكيد بصير بقى نرجع لورا. نحن يعني كلبنانيين كمواطنين، مش بس كقادة رأي أو كمحللين ومتابعين، عنا أمنية أنه هالسلطة بحد ذاتها بكل مراتبها ومكوناتها تفهم أكثر هالإرادة الشعبية. ما بينفع وصم هالحالة الشعبية الرائعة التاريخية الاستثنائية بأنها عميلة سفارات أو نتيجة نتاج سياسيين أو أجندة سياسية معينة أو تمويل من ذي من مين. حرام، يعني بنكون عم نظلم كتير هالحالة الاستثنائية اللي ما شهدها لبنان حتى بانتفاضة ثورة الأرز بال2005. كان في بعض النقص بالمكونات ما كانت حاضرة فعليا، وتحديدا الطائفة الشيعية الكريمة. اليوم نحن من صور إلى كفر رمان إلى النبطية إلى بعلبك الهرمل إلى 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 عم نشوف هالانضمام هالتفاعل الإنساني الخلاق بين اللبنانيين واللي عم يعبروا عن إرادة وحدة. هلأ محاولات تقسيم أو تفتيت أو الفصل ما بين مكونات هذه الانتفاضة أو هذه الثورة بعتقد رح تفشل لأنه مش واقعية. مش نرجع إلى نحكي عن من يريد تفتيت هذه ظاهرة اليوم وهذه الثورة، إنما خلينا نروح بس شوي على الأرض لنشير إلى أنه هناك توضيح من الجيش اللبناني. فقد صدر عن قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه أنه تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصور تظهر شبان مدنيين وعسكريين يستقلون آليات مدنية نوع بيك أب، ويهم قيادة الجيش أن توضح أن هذه الآليات هي عسكرية وأنها تقل عسكريين من الجيش اللبناني. مديرية المخابرات كانوا في طريقهم إلى معالجة إشكال وقع في منطقة قرب كورنيش صيدا البحري. في خبر هون اليوم لفت صدر من شوي، فقد شهدت مدرسة سيدة الويزي بزق مصباح وسيدة الويزي بفيطرون والأنطونية الدولية في عجلتون وعدد من المدارس المتوقفة عن التدريس كغيرها من المدارس اليوم حشد من طلابها جاءوا تلبية للدعوة التي وجهتها لهم إدارات المدارس عبر بيان وزع مبارح المساء للحضور لاسترجاع كتبهم وارتصيتهم من صفوفهم. وأوضحت المسؤولة الإدارية في فرع فيطرون مارلان ملحم أنه نظرا إلى المستجدات بلبنان وما يتبعها من إقفال طرق وصعوبة الوصول إلى المدرسة وخوفا على ضياع العام الدراسي على طلاب، ارتأت الإدارة العامة بعد سلسلة اجتماعات اتخاذ قرار جريء يقضي بأن تقوم المدرسة بإرسال دروس طلابها بواسطة الواتساب أو البريد الإلكتروني كل بحسب صفه وعنوانه الموجود في الإدارة ليتابع دراسته حيث هو، وأكدت جهوز المدرسة لاستقبال طلابها فور انتفاء الظروف التي أوجبت هذا القرار. يعني على ما يبدو مطول الخبرية، يعني في إجراءات عم تاخذها المؤسسات التربوية لمراعاة ظروف طلابها وتلامذتها، بس بالمقابل عم نشوف محاولات ترويض المؤسسات التربوية وخصوصا الجامعية، انه بعد الموقف الجريء والشجاع والوطني والواعي اللي اخذوه رئيسا الجامعتين الامريكية والليسوعية، هن الاعرق جامعتين بلبنان مؤسستين للحالة اللبنانية ولقيام دولة لبنان الكبير قبل 100 سنة اصلا، من 150-160 سنة لليوم، انه عم يحاولوا يروضون لانه اخذوا موقف داعم لهالتحرك
ولهالانتفاضة الوطنية اللبنانية العامة. كل هالمحاولات سواء كانت ميدانية من خلال مرة على مرة على مرة يحاولوا يورطوا الجيش مع الناس، أثبت الجيش أكثر من مرة بأكثر من تجربة بجل الديب وبزوق مصبح وبجبال وبالبداوي وبالشيفروليه وين ما كان وبساحات الاعتصام بقلب العاصمة، إنه هو حاضن لهالحالة أشعل. أنا هيدي هل توافق من يقول إنه الجيش هو المنتصر الأول اليوم في كل ما يجري، يعني عاطفة كبيرة جدا من اللبنانيين طبعا تجاه هذا الجيش، يعني بأدائه طبعا عم يكسب عطف، هو أصلا يعني عم بياخد الثقة من زمان من المواطنين من كل فئاتهم وطوائفهم. هلأ تكرست هالثقة أكثر وأكثر لأنه أداء الجيش فعلا رغم كل الضغوط اللي عم بتصير، وكلنا بنعرف يعني إنه قديش في ضغوط مباشرة على قيادة الجيش وقديش في محاولات، يعني بيتحمل قائد الجيش عم بيتحمل وبده يتحمل، وبعتقد بيطلع هو الكبير برأي الناس لأنه أي الكلمة وبصوته يعني قائد الجيش العماد جوزيف عون إنه إذا الشعب بيكون ضد الجيش بينتهي الجيش، بهالمعنى إنه ما ممكن يكون الجيش ضد شعبه. شفنا بالدول الدكتاتورية الأحادية التوتاليتارية كيف الجيوش اللي عم تقمع شعبها يمكن تنجح على فترة على شهر على سنة على اثنين، آخر النهار هالأنظمة الدكتاتورية اللي عم تستخدم الزراعة العسكرية بتسقط وبترجع الزراعة العسكرية إلى بيئتها الطبيعية يعني إلى الناس إلى الشعب. مشان هيك الثنائية الألماسية بسميها أنا الذهبية المقدسة ما بين الناس والشعب اللبناني ما بين الناس والجيش اللبناني، بعتقد هيدي هي اللي يمكن بناء عليها للخروج من هذا المأزق. الثنائية وليس الثلاثية. لا للأسف، لأنه هاي الثنائية أثبتت أنه كل الثلاثيات الباقية منا ذهبية ولا ألماسية، يا خشبية يا تناكية يا أصدرية. رح نرجع إلى وضع الطرقات، إعادة فتح السير على أوتوستراد الناعم اليوم بالاتجاهين، طريق عم الشويفات عند مفرق التير وقرب محطة الريشاني بالاتجاهين، إعادة فتح السير على مستديرة كفر رمان بالنبطية، فتح الطريق أمام مصرف لبنان باتجاه الحمرة مع الإبقاء على الخيمة تأكيدا على المطالب، فتح الطريق من قبل المعتصمين جزئيا ومؤقتا، ولكن مختلف النقاط الأخرى التي تربط بيروت بالبقاع لا تزال مقفلة، وهناك انتشار كثيف للجيش. يعني أقفال الطرقات قديش اليوم كان عامل ضغط على هذه السلطة، وبرأيك ليش الإصرار اليوم على فتح الطرقات وبعدين منشوف شو منعمل مثل ما عم تقول السلطة؟ هو بالحقيقة شعار اللي رفعته السلطة انه هيدا قطع الطرقات عم يضرب الاقتصاد ويضرب الحركة ويشل العمل، وحاولوا يدسوا بعض هيك المدسوسين بصفوف المتظاهرين تحت شعار افتحوا الطريق وافتحوا الطريق. انا جاي من المتن على بيروت، يعني الطرقات مفتوحة، الطرقات الفرعية طبعا، الاوتوسترادات طبعا عليها اعتصامات ومقفلة، الناس عم تقدر تروح مطرح ما بدها، وحتى ما فيها العجقة السير لأنه بتعرف يعني الحركة خفيفة، ولكن ما فيها القمع وهالمنع الكامل لحركة الناس. مشان هيك تصويب على شعار فتح الطرقات وعدم قطع الطرقات هيدا يعني وسيلة من وسائل تشكيك الانتفاضة بنفسها ومحاولة دق سفين ما بين الرأي العام اللبناني الواسع وما بين هالمليونين إنسان اللي نازلين على الشارع. يعني هالمليونين يعني نص الشعب اللبناني الموجود بلبنان، يعني رغم خارج لبنان لأنه اللي عم بيعملوه اليوم خارج لبنان كمان عمل جبار هائل، يعني عم بيصير بأوروبا وبأمريكا بلندن بباريس، عم بيصير بكل العواصم الأوروبية، عم بيصير بأمريكا الجنوبية بأمريكا الشمالية الولايات المتحدة كندا تحديدا شيء، وأستراليا نستهون بأستراليا عمليا كل هودي يعني هب وحدي انتفاضة وحدي إرادي وحدي أهم ما فيها أنه أسقطت كل الحواجز اللي هالسلطة واللي قبلها واللي قبلها حاولوا يزرعوها بين الناس بين المناطق وبين الطوائف وبين المذاهب. هذه طرابلس النموذج الحضاري الهائل. أنا مدينتي عمليا أنا ربيان بطرابلس شبابي الأول، بعرف أنه قبل الحرب 75 طرابلس كانت نموذج للحضارة، نموذج للتفاعل الحضاري، ما بدي أقول التعايش، للتفاعل بالثقافة بالمسارح بالسينمايات بالحفلات بحب الحياة. قتلوها حاولوا يقتلوها وصوروها أن هذه مدينة خارجة عن
عن القانون وعن قندهار ربما، أثبتت خلال هالعشرة أيام أنه مدينة فعلا فيحاء بكل معنى الكلمة. وهيدي هيدا هو النموذج، بتروح عصور الشجاعة الأدبية، بتروح على كفر رمان على النبطية، بتطلع بعلبك، فضلا طبعا عن العاصمة بيروت وعن كل جبل لبنان، ساحل المتن وكسروان وجبيل والبترون وصولا إلى الكورة. يعني في عندك حالة شعبية سجلت خرقين مهمين بالتاريخ اللبناني الحديث. الخرق الأول المناطق، جمعت المناطق وحدتها، ومبارح الثلث اللي كانت أكبر شاهد حضاري على هالتوحيد، ووحدت المذاهب والطوائف. فإذا ما بقى فينا نحكي لا بمناطقية ولا بقى فينا نحكي بمذهبية وطائفية. مباركة، هيدي حركة مباركة. إذا السلطة واعية وفعلا بدها مصلحة شعبها ومصلحة بلدها ومصلحة لبنان، لابد ما أنها تتجاوب مع هذه الإرادة، وإلا بتكون عم تحاول تهرب إلى الأمام. الهروب إلى الأمام وين بده يودي؟ هيدا هلا بنحكي فيه. نعم، اليوم كان في معلومات عن اجتماع أمني حصل منذ أيام قليلة يومين، ولكن فشل يقال هذا الاجتماع. مين فشل هذا الاجتماع برأيك؟ أنا برأيي هالسلطة ذاتها عم بتحاول يعني إذا بدك تركز على الجيش تيكون هو الزراع الضاربة لقمع الناس. وعملت له هالمغطس إذا بدك الأمني مع الأجهزة الأمنية الثلاثة الباقيين، إنه بيتوزعوا المسؤوليات، هيدا على الرينج، هيدا هون، هيدا هونيك، هيدا هونيك، هيدا هون. اكتشف الجيش إنه الجيش هو بالنتيجة هو اللي حاطينه بوجه الناس عمليا، ما في إلا الجيش بده يكون بوجه الناس. مشان هيك استدرك الجيش إنه أنا وين بدي أروح، شو بدي أعمل ضد شعبي وضد ناسي وضد هالعالم وهودي العسكر والجنود. طيب هالدموع اللي نزلت من عيون الجنود هيدي ما بتعبر، ما بتهز ضمائر، ما بتغير معطى. يعني مش معقول السلطة تضل هالقد عمياء بكماء صماء. بالنتيجة تشوف، شوف اليوم شو عم نشوف. يعني لك هالأداء انه منرفع السرية المصرفية، لك هالخطوة الاستعراضية يعني المسرحية، انه بنعمل وكالة عند كاتب العدل، انه شو ورقة، انه خلاص رفعنا السرية المصرفية، اموالكم برا وين، الاسهم وين، لا تشمل باسماء اركانكم واصحابكم وعيالكم وين، لا تشمل الملكية العقارية، ما تشمل شيء، ما وحتى يعني البنوك السويسرية لا تشمل هذه الرفع عن هذه السرية المصرفية. يعني مسرحية بكل معنى الكلمة. بعدين انه من سنتين نحن الرئيس تبعنا قدم، طيب ليش ما عملتوها من سنتين؟ هلا تحت ضغط الناس يعني تمتصروا غضب الناس بهالطريقة؟ بعدين نرجع نقول روحوا شوفوا مجلس النواب، هو العلي مجلس النواب يا اخي عنده 4 قوانين شرعون، راحوا عند الرئيس بري كانه يعني رئيس بري بدنا نزيد عليه بعد انه إيه انت جماع مجلس النواب، كانه اذا جمع مجلس النواب واللجان بدها تناقش هالمشاريع، وبعد اللجان بدها تروح على الهيئه العامه، والهيئه العامه روح وتعه وناقش وعمل، والناس قاعدين برا على الشوارع. شو عم تلعبوا؟ هيدا لعب باعصاب الناس ولعب بالوقت. بس هل تزال مقتنعة فيهم؟ يعني هل تزال تصدق؟ ما بقى في ثقة يعني الناس مش عم بتصدق، مش بس السلطة هي مصدقة حالها، يعني مصدقين حالا انه بهالاجراءات عم يعملوا. طيب طلع الرئيس الحريري من قصر بعبده واعلن نقاط ورقة اقتصادية، ولكن ما في ثقة بالطاقم اللي بده ينفذها. يعني الناس قالوا عظيم ناح، هودي نقاط ربما حسنوا أو طوروا الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي بلبنان، ولكن مين بده يطبقها؟ هو الناس بزيت الطقم ما بنقبل، لأنه هودي بدهم ياخذوها بزواريب تانية. بيرجع بيطلع رئيس الجمهورية كمان وبيدعي إلى الحوار. طيب الحوار على شو؟ يعني الحوار بيصير نوع من امتصاص، من احتواء. بدك تحاور بعد خطوة عملية، ما بتحاور قبل الخطوات العملية. هودي الناس اللي قاعدين وعم يحاولوا يخلقوا منهم لجان ويخلفوهم ببعضهم ويحاولوا يدسوا هيك بين المكونات تبع الحراك، مثل الكلام مثلا ايه شو بيجمع نجاح وكيم وأسامة سعد وحنا غريب والحزب الشيوعي مع سمير جعجع ومع الكتائب ومع ومع ومع. هيدا السؤال مردود الى اللي عم يطرحوا، يعني معناها ما في تسييس. إذا هودي مجموعين ومعروفين جايين من كل منطقة، من كل منطق مختلف، وعم يلتقوا على الأرض وعم يلتقوا بمطالب موحدة، فإذا أنتوا المشكلة عندكم، ليش ما كنت تسألوا شو بيجمع هيدا بهيدا؟ اللي بيجمع هيدا بهيدا هو الجوع، هو القهر،
هو الفساد، هو السلطة اللي ما عم تدير بالها على شيء وبتسمع ولا بدها تقشع ولا بدها تلبي. طيب، وعم تهرب لقدام. من بعد 12 يوم كيف تفسر هذا الصمت المطبق لرئيس الحكومة؟ أكثر من المحللين كانوا عم بيقولوا أنه الرئيس الحريري اليوم لا يستطيع أن يأخذ القرار يلي هو بده إياه. للأسف يمكن يكون صح الكلام، يعني رئيس عبد الحريري نحن يعني تعرف رفاق نضال والدم ما بيصير مي، وأكيد لا يحسد على موقف. أنا من موقعي كمراقب ما بحس أنه الرئيس الحريري يمكن أنه نحسده على هالحرج اللي هو فيه، ولكن عنده بعد فرص أنه يطلع من هالمأزق اللي هو موجود فيه. هلأ بدنا نقتنع مثل ما عم يقنعونا أنه حزب الله منعه وهو ما بيقدر، والرئيس عون ضمن التسوية لقطه أو رابطه بشيء أو ما بعرف شو. يعني أنا ما بحب صدق هالكلام، خلينا نعتبره من ضمن الترويج لشائعات معينة كمان لدق الأساسي. ليش ما رجع توجه للبنانيين؟ ليش ما رجع حكي مع الناس؟ أنا برأيي ما عنده فرص كتير بقى الرئيس الحريري، يعني بين اليوم وبكرة، يعني خلال 48 ساعة بده يكون عنده موقف. أنا هيك بتوقع، يعني نوع من فلير بوليتيك بسموه هيك، إحساس سياسي أنه لابد ما أنه ياخد موقف معين. لا يخفى أنه هو متعاطف مع الناس، لا يخفى، عم يعلنها وعم بيقولها وأوساطه بتأكدها، ولكن تعاطفه مع الناس بده إجراء واقعي عملي. طيب طلعنا ورقة ما نفذنا شيء منها بعد، ما ولا شيء، هيك ورقة يعني بالهواء. طيب رجعنا قلنا بنعمل اجتماعات، طيب هلأ عم نعمل قصة اليوم اجتماع على المحكومين على قانون العفو العام، قانون العفو والمحكومين بعلبك اللجنة المختصة اللي بتقرر بشمال وين مكان، يمكن بيطلعوا 20,000 انسان. طيب انه فكرهم بهاي الوسيلة كمان عم يحتويوا، ما الاحتواء بده يكون باكج ديل، يعني حالة كاملة، ما في كتير نائمين. افترض انه عملوا هالعفو العام واهل هالمحكومين والله ارتاحوا وانسحبوا من الشارع، انه برايكم عم تفككوا بتكونوا الانتفاضه بهالطريقه؟ ما في الف مطلب ومطلب، في الف وجع ووجع، مش بس هالوجع. شوف انه هالسلطه عم تهرب لقدام، مش هيك بتتعالج. ما بقى في، صارت هالسلطه امام الحائط المسدود، وجع على الحائط او ظهره ما بعرف، والبقيه الباقيه من ماء الوجه باقي تنقزه، ما فيها تنقزه إلا بالهروب إلى الأمام. الأمام يعني واحد من اثنين، يا بدها تهرب لقدام إلى العنف والدم والقمع، وهذا يعني منحاول نقول إن شاء الله لا، وتوعى بآخر لحظة وما تحاول تستخدم القوى العسكرية والأمنية لهالأمع، وإما رايحة على استقالة واضحة. هلا عم بيحاولوا يرقعوا لا من غير 4-5 وزراء 6 وزراء، منشيل هيدا لانه مدري شو، حتى هيدا ما بيرضي الناس، انه انتم عم ترقعوا شو؟ عم تحطوا رقعه جديده بتوب بيلي، انه شو يعني بترجع تبلى مثل التوب البيلي. عم بيفتشوا عن مخارج غير قابله لاحتواء الناس. نعم. او يطلعوا الناس من الشارع. نعم. اهم خطوه بيقدموا عليها هو خطوة شجاعة، بيطلع الرئيس سعد الحريري بيعلن استقالة حكومته، وفورا ببلشوا يجيبوا يفكروا بحكومة من خارج كل هالحالة السياسية، كل هالأحزاب والتيارات. نعم. السياسية، ناس مشهود لهم، تكون حكومة استثنائية من 14-16-18 وزير حد أقصى، ويكونوا من هاللي عنده النجاحات مهمة في لبنان والخارج بالاقتصاد وبالمال وبالمجتمع وبالسياسي. بدي اسألك عن ما حدث في النبطية، في كفر رمان، في بعلبك، بس خليني اشير الى انه نساء بعلبك قادت حراك المدينة في تظاهرة الورود البيضاء انسجاما مع شعار التظاهرة التي دعينا اليها بعلبك مدينة السلام، رفضا لاي احداث او حوادث او تصرفات تخل بالامن الحياتي سواء في لبنان وخاصة في بعلبك، فيما باشرنا بنشاط الرسم كوسيلة للتعبير من جهة ولتفريغ الضغط عن الناس من جهة ثانية. فمن مدخل قلعة مدينة الشمس سارت النساء بالمئات
زنرن أعناقهن بشالات رسم عليها العلم اللبناني، وزعن الورود البيضاء على عناصر الجيش والمارة وصولا إلى ساحة المطرانية حيث التجمع اليومي المعتاد، وهناك انضم إليهن مئات المتظاهرين من الجنسين من الذين يواظبون على المشاركة في ثورة المدينة منذ اندلاع شرارتها في بيروت مساء 17 تشرين الأول 2019، وبادرت إلى الدعوة للتظاهرة النسائية عدد من الشابات، وقد رفع العلم من قبل أكثرية الموجودين وصدحت الأغاني الوطنية. كيف بتشوف هذا التعبير في هذه المنطقة مع كل ما ترمز إليه؟ كتير معبرة برموزيتها، كما كان بعلبك الهرمل ومعروف شو الحالة الضاغطة عليها، وكمدينة الشمس حرية، يعني الشمس ما اسمها مدينة الشمس، يعني مدينة الحرية، مدينة النور. فظاهرة مزدوجة عم نلاحظها بعلبك، بيروت، بكل نقاط طرابلس النبطية، حضور المرأة وحضور عنصر الشباب. حضور المرأة مميز هالمرة، هيدي انتفاضة تقوم على سواعد النساء وعلى قدرتهم على الاحتمال وعلى الصبر وعلى حالة العطف الإنساني العميق اللي ممكن تكتنزه المرأة. مشان هيك انتفاضة تقود النساء والمرأة، بعتقد أكيد رايحة على نجاح مميز، خصوصا أنه فيها عنصر شباب. من دون ما ننسى أنه الكهول والشيوخ عم نشوفهم كتير على الشاشات، قديش عم بينزلوا وبكثافة عم يعبروا، طبعا عندهم تجربة متراكمة من الحرب وقبل الحرب طبعا ومريرة، وبيعرفوا الدم، بيعرفوا كيف صار، وبيعرفوا الضحايا، وبيعرفوا قديش كان في تضحيات. بقى هودي خبرتهم كمان عم تكون موجودة بالساحات. فإذا هالتوليفة الإنسانية الخلاقة المبدعة ما بين كبار العمر، ما بين الشباب والصبايا، وما بين المرأة، وما بين الجيل الفتي الصغير حتى من 10 سنين وطالع، هذه حالة لا يمكن الوقوف في وجهها. وأنا بأسف أن يكون في أحزاب أو تيارات مش عم تقرأ صح، ما عم تشوف حركة الريح، أنه إذا المجتمع الدولي طلع بيان مثل كأنه تأييد لحكومة أنها تبقى أو رهان على. أحكي معك عن هذا الموضوع، موضوع دعم السفارات. يعني الكل في كل الثورات يتحدثون عن سفارات تركب موجة الثورات لتنفيذ أجندات خارجية في البلد اللي بيكون في ثورة. أنت اليوم ثورة من هذا النوع وبهذا الحجم، ألا تخشى من بعض السفارات أن تكون راك بهذه الموجة لتحقيق أجندات خارجية في لبنان؟ خلينا نحكي بالمبدأ صحيح، بكل الثورات الشعبية والانتفاضات الشعبية بأي دولة بده يصير يطعن عليها نوع من استخدام أو استغلال سياسي أو انتهازية سياسية معينة. هيدي بالمبدأ موجودة، ولكن خلينا نحكي بالانتفاضة الحالية في لبنان. عم تتهم إنها أول يومين كانت عظيمة بعدين سيست. خلينا نحكي كيف سيست. أول يومين طرحوا شعارات، مش هيك؟ شو في إضافة على الشعارات اللي انطرحت من أول يومين؟ هل في شعار سياسي هيك طارئ مريب؟ البعض صار يتحدث عن سلاح حزب الله، البعض من أول يوم ذات الشيء، لأنه هيدي نوع من تكوين من مكونات عديدة، كل واحد عنده كمان أحلام. أنه أنت بدك تبني لبنان كمان بدون سيادة؟ فيك تعمل دولة بدون سيادة؟ فيك تعمل دولة بسلاحين وقرارين وشرعيتين واستراتيجيتين؟ طيب ما في ناس بدها تقول هالحكي، وكنت عم تقوله من اول يوم. هلا في ناس عندها القضايا المطلبيه بالدرجه الاولى، الحياه، العمل، توفير فرص العمل، تخفيف الضرائب، تخفيف يعني كلفه المعيشه، الطوارئ، المي، الكهرباء، اتسترا. عال في مزيج من المطالب والحقوق، اصلا مش مطالب بس، مزيج من الحقوق كانت موجوده ورح تضل موجوده. بس اللي عم بيحطوا حالهم بمواجهة هذه المطالب وهذه الحقوق، أنا عم بستغرب ليش، يعني عم يحطوا حالهم خارج سياق التاريخ، لأنه التاريخ بيمشي لقدام ما بيمشي لورا. إنه أنتوا عم تمشوا لوين؟ إنه لا، ممنوع سقوط الحكومة، ممنوع المس بالعهد، ممنوع انتخابات مبكرة. أخي ليش؟ بعدين هيدا شعار إسقاط النظام، أوكي هيدا شباب محمسين اسقاط النظام، نجي على الواقع بنشوف كيف بدنا نسقط نظام اذا فينا نعمل نظام جديد. بس النظام الجديد بدنا نوصل له بده يبلش بمكان ما. ما فينا نعمل نظام جديد سياسي واجتماعي واقتصادي وغيره
إلا ما تروح هذه السلطة بدها تزيح من الدرب. تم التصويب على الإعلام، على وسائل إعلامية عم بتتابع الحراك دقيقة بدقيقة ببث مباشر كمان، تم التصويب واليوم جريدة الأخبار حكي بهذا الموضوع، وأكيد كان في توضيح يعني من كل المعنيين في هذا الخبر أنه غير صحيح، بس أنه كمان السيد حسن نصر الله بخطابه كمان وجه أصابع الاتهام. هي اليوم الاتهامات سهلة، فيك تقول السفارة الفلانية، الإمارات، السعودية، أمريكا، فرنسا، ما بعرف مين، قطر، جهة معينة بالشمال، سمعناهم كلهم. طيب أنه إذا صار في طعام عم يتأمن لها المتظاهرين، وعرفنا أنه كيف بالبيوت عم ينعملوا أكتريتهم ويتحضروا ويروحوا، إذا في منبر، ستاند، موسيقى، كذا، واحد بيقدمه هو متحمس، هو جزء لا يتجزأ من هذه الانتفاضة، من هذه الثورة، وإجا قدم. إذا مؤسسة تجارية كبيرة مرتاحة بعثت مظلات بالشتاء، إنه هيدا بنسميه تمويل معيب، أو هيدا شيء غلط يعني، أو هيدا بيكون عم بيجير الانتفاضة والثورة إلى مسارات سياسية أخرى. ما هي الثورة بحد ذاتها ما فيها تفصل حالة عن حالة، بمعنى إنه شعاراتها بدها خبز وبدها حرية وبدها مكافحة فساد وبدها ترد الأموال المنهوبة وبدها لبنان يكون دولة سيدي حرة مستقلة. هودي كاملوا بعضهم، ما بينفصلوا عن بعضهم هون. كيف بدك تعمل دولة سيدة وحرة ومستقلة وما فيها حقوق وعدالة ومساواة وتلبية مطالب الناس؟ بالعكس صحيح، كيف بدك تحقق كل هالإنجازات والإصلاحات عم تفتش عنا هذه السلطة؟ وبنسمة هوا هالإنجازات والإصلاحات إذا صارت ممكن توقع، لأنه إذا اندلعت حرب بمكان ما وتورط فيها لبنان أو تم توريطه بتروح كل الإصلاحات والإنجازات. فإذا هولي الحالتين، المطالب الحياتية والمعيشية والمطالب الوطنية السيادي والاستقلال والحرية، هولي مربوطين ببعضهم، هولي بيكملوا بعضهم. نعم. عشو مستهجنين هولي الأحزاب والتيارات أنه كيف بيرفعوا شعارات من النوع؟ لازم يرفعوا شعارات من النوع، هني لازم ينزلوا معهم يرفعوا زيت الشعارات. نعم. بالعودة إلى ما يحدث كمان يعني من مشاورات واتصالات لحل هذه الأزمة، أوساط متابعة لاتصالات بيت الوسط قالت أنه التخوف هو الجامع المشترك بين كل المسؤولين في لبنان في المرحلة الحالية التي تبدو غير مريحة، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي. وأكدت هذه الأوساط أن الرئيس الحريري يعمل على خط الحل السياسي وضرورة ترجمة الدعوة التي صدرت عن بعبدة بإعادة النظر في الوضع الحكومي ترجمة عملية، فالبلد لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار وهدر الوقت، وأنه لابد من مقاربة توازن بين صرخة الشارع ومقتضيات المصلحة الوطنية. وأشارت الأوساط إلى أن الحراك حقق أهدافا سياسية أساسية وأهم سلمية التظاهر، وقد لاقت السلطات الأمنية والعسكرية هذه السلمية بإجراءات لحماية الحراك، والتأكيد على أن فتح الطرقات هو مسألة حيوية أساسية، ولا يجوز أن يتحول بند إقفال الطرقات إلى بند إشكالي بين السلطات والمتظاهرين. وردا على السؤال عن أن بعبدة تطرح معايير موحدة لأي تبديل حكومي، قالت الأوساط إن طرح المعايير بهذا الشكل هو مشاريع إشكالية وليس مشاريع حلول. والحريري يحتفظ بموقفه الذي يحمي المصلحة الوطنية ويمنع التدهور ويؤمن سلامة الاقتصاد. وختمت أوساط بيت الوسط الكلام بالقول أن الوقت الآن هو للمصلحة الوطنية وليس للتجاذبات. شو رأيك في كلام جميل بده ترجمة؟ يعني بيأكد هالكلام أنه الحل سياسي مش اقتصادي ولا اجتماعي. نعم. تنحل القضايا الاقتصادية والاجتماعية بدنا نبلش بقرار سياسي، بحل سياسي. نعم. حل السياسي ببلش باستقالة الحكومة حتى تطعيمها وتعديلها، ومنشيل هودي ومنحط هودي ومنرضي الناس بهالاسم ومنشيل هالاسم، هيدا منو حل، والناس اللي بالشارع ما رح يقبلوا فيه. والدعوة إلى الحوار قبل إنتاج هذه الخطوة، خطوة الاستقالة، دعوة بالفراغ، ما رح تلاقي تجاوب. ولو حاولوا يدقوا ويخرقوا بهيدا أو بهيدا أنه يحكي باسم المتظاهرين، طيب. عملياً اللي بيحكي باسم المتظاهرين هي الإرادة الموحدة للمتظاهرين، ما ضروري يكون في إيادات، لأنه الإيادات معلنة بالشعارات ورفعوا الشعارات تبعهم. حضرتك أيتها السلطة المتعامية اعترفي أنك بدك تقدمي تمن سياسي. نعم. من امبارح، حاولت امبارح، بيطلع عضو المكتب السياسي بتيار المستقبل صديقنا الدكتور علوش
وبيعلن انه في ثمن سياسي لازم يندفع. شو يعني ثمن سياسي؟ ثمن سياسي يعني السلطه بدها تدفع ثمن سياسي، يعني بدها تستقيل الحكومه، بدها تستقيل وبدها تتشكل الحكومه من اراده الناس، تتجاوب مع اراده الناس وتاخذ ثقتهم. يعني ما بقى في مجلس النواب وقت بينزل مليونين انسان، والمليونين اللي بالبيت هن معهم 100%، وقت بينزلوا هيك وبرا كمان مئات الالاف بالعالم، معناها هذا الاستفتاء الصحيح، معناها هالاراده صحيحه. مجلس النواب صار بده يتجاوب مع اراده الناس اللي نازلين على الشارع، وعبثا يبحثون عن محاوله شق صفوف هذه التظاهرات بالقول انه في حزب الفلاني عم بيستغلها وهيدا عم بياخذها على غير مطرح وهيدا. لا انتوا شوفوا شعاراتها ومبادئها وعناوينها، ما هي ذاتهم العناوين من 12 يوم لليوم، عناوين طبعا متعدده متنوعه، ولكن اذا بتجمعهم بتلاقيهم هن ذاتهم. فاذا ما في تسييس اولا، ثانيا في اراده متواصله متكامله رح تستمر، ثالثاً أمام الحكومة خط أحمر ما فيها بقى تقفز فوق منه، بدها ترجع لورا خطوة مش تتقدم لقدام خطوة، تترجع لورا خطوة يعني بتستقيل حكومة ويصار إلى حكومة مصغرة استثنائية مؤلفة من يعني شخصيات مشهود إلهم بالنجاح بكل ميادين العمل في الداخل والخارج، وبتكون هيك بتمنح ثقة لهالناس ليقدروا ينسحبوا من الشارع ويراقبوا، لانه هيدي الحكومه في حال تشكيلها كمان بدها مراقبه على 3 شهور 6 شهور تنشوف اذا في عندها انجازات، اذا فعلا بتتجاوب مع تطلعات هالناس اللي نزلوا، والا بيضطروا يرجعوا ينزلوا عن جديد ما بنكون عملنا شيء. مشان هيك كله خاضع للتجربه، ولكن ما في حكي منطقيا، ما في اي حكي، ما في اي حوار قبل لجوء الى ذهاب هذا الطاقم الحاكم اليوم خصوصا الحكومه، وبعدين تباعا بتشوف شو الخطوات اللاحقه، مراقبه الحكومه الجديده، ضغط عليها مشان كمان تحقق انجازات اسرع واهم، وربما الوصول وبلوغ الى انتخابات نيابيه مبكره تنتج سلطه سياسيه جديده. نعم. قبل الانتخابات الرئاسيه وقبل انتخابات 2022. نعم. رح ننتقل إذن مباشرة إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للاستماع إلى القرارات بعد اجتماع استثنائي وطارئ. النظام السياسي الطائفي عن النتائج الكارثية الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب اللبناني، وأدت إلى تفجر الحالة الشعبية بالصورة الراهنة في الساحات والطرقات. وأضاف سماحته إن ما حصل في الشارع يجب أن يكون موضع عبرة للجميع، وأن من حق الناس أن تعبر عن رأيها ووجعها، وأن تلقي باللوم على المسؤولين في الدولة وأن تحاسبهم، وليس من حق هؤلاء أن يلوموا الناس على التعبير عن أوجاعهم ومعاناتهم، والتي طالما دعونا إلى الالتفات إليها والعمل على تلبية ما أمكن منها والقيام بإجراءات إصلاحية اقتصادية واجتماعية تمنع من السقوط والانهيار، لأن السياسات المالية والاقتصادية وتراكم حالة الفساد والهدر أدت إلى الوصول إلى هذا الوضع المزري، والذي كان يراهن عليه أعداء هذا البلد وأعداء هذا الشعب بانتظار اللحظة الحاسمة للانتقام من الشعب اللبناني والقوى الحريصة على أمنه واستقراره، والتي بدورها أذلت العدو الإسرائيلي وشكلت السد المنيع أمام أي محاولة للاعتداء عليه. وتابع سماحته أن على اللبنانيين جميعاً وخصوصا الذين يتواجدون في الساحات أن لا يفسحوا المجال للمصطادين في الماء العكر، ولا سيما القوى التي كشفت عن نفسها وأثارت الشبهات وأطلقت الشعارات التي أضرت بوحدة الشعب اللبناني وتطاولت على المقامات الوطنية والدينية المخلصة، وأعطت للعدو فرصة المراهنة على انقسام اللبنانيين للنيل من المقاومة. وفي نفس الوقت لا نرى
في الورقة الإصلاحية حلاً جذرياً للأزمات التي يعاني منها الشعب اللبناني، فإن على السلطة المبادرة إلى أخذ إجراءات عملية عاجلة لإعطاء صورة عن الجدية في القيام بالإصلاحات. ثم ناقش المجتمعون التطورات التي تمر بها البلاد وأصدر البيان التالي: أولاً، يعتبر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن التحرك الشعبي في انطلاقته هو تعبير عن حالة الألم والوجع التي يشعر بها معظم اللبنانيين نتيجة السياسات المالية الخاطئة وفقدان العدالة الاجتماعية وعدم اعتماد الكفاءة في التوظيف والمحسوبيات في التعيينات وتعطيل المحاسبة والمراقبة في إدارات الدولة ونهب المال العام وعدم تطبيق الدستور فيما خص الوظائف العامة. لذلك نطالب القضاء بالقيام بما عليه من البت بالملفات التي قدمت إليه ومحاسبة المرتكبين. ثانيا، يطالب المجلس بضرورة الإسراع في إقرار القوانين المتعلقة باستعادة الأموال المنهوبة والقوانين ذات الصلة بالشفافية الكاملة في إنفاق المال العام وإلى تطبيق قانون الإثراء غير المشروع. ثالثا، يعتبر المجلس الورقة الإصلاحية ومشروع الموازنة خطوة على الطريق الصحيح أسهم الحراك الشعبي في الدفع نحو إقرارها، والمطلوب اليوم اتخاذ الإجراءات العملية لتطبيق بنود تلك الورقة، ويحذر في الوقت عينه من مشاريع الخصخصة التي تخفي بيع الدولة وتفتح بابا جديدا للفساد والسمسرات. رابعا، يؤكد المجلس على حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم ويدعو المشاركين ضبط حصرها تخريبها. إذن نعتذر عن هذا العطل التقني ومنتابع حديثنا مع المحامي والكاتب السياسي الأستاذ الياس الزغبي بهذه التغطية المباشرة لكل ما يحدث اليوم في لبنان. أستاذ الياس، برجع بجد ترحيبي فيك، بس خلينا نرجع ننتقل إلى بعض المناطق. إعادة فتح السير ضمن نطاق طرابلس على الطرقات التالية: المينا البالما، طريق البحرية مستديرة المرج المينا، دوار أبو علي الملولة، فتح السير أيضا ضمن نطاق حلبة على الطرقات التالية: برأي المحمرة، مفرق بزبدين، مفرق العيون، بيت الحوش، وفتح السير ضمن نطاق صغرتة على الطرقات التالية: المني أمام البلدية، دير عمار، ومريطة إلى ساحة ساسين في الأشرفية. انتشار كثيف للجيش وتأهب للقوى الأمنية، الوضع هادئ نسبيا والمتظاهرون لا يزالون في الشارع. وبالانتقال إلى خارج لبنان، فقد وصل اللبنانيون في بلاد الاختراب تضامن مع الحراك في لبنان، فنظم لبنانيون بستراسبورغ تحرك دعم للمتظاهرين، فحملوا الأعلام اللبنانية، وبالنروج تجمع عدد من اللبنانيين حاملين الأعلام أيضا. وفي أتلانتا تضامن اللبنانيون مع التظاهرات ونفذوا اعتصام أمام مبنى CNN بأتلانتا. خلينا نرجع شوي إلى المواقف السياسية. كيف تقرأ موقف القوات اللبنانية؟ يعني الدكتور جعجع كان عنده تصاريح مقتضبة إن كان إذاعية أو تلفزيونية، إنما كانت جدا مقتضبة أو تغريدات، إنما ما شفنا رسالة واضحة من الدكتور جعجع للبنانيين. والشيء نفسه ينطبق على رئيس المردة سليمان فرنجية. يعني هل فينا نقول الحلم الرئاسي يضع بعض، يعني بيخليني يفكروا كذا مرة قبل ما يقدموا على أي شيء؟ ممكن يكون هال يعني الاستحقاق الرئاسي بيلجم بعض المواقف أو بيخفف منها أو بيأخرها. بس بالنسبة للدكتور جعجع يمكن كان هو سبق غيره على فكرة الحكومة المصغرة. نعم. حكومة الأكفياء، هو يدعي من 3 أشهر وعم يحكي فيها قبل الاستقالة تبع الوزراء. نعم. بس أنا حسب تقديري كمراقب أنه هو هالانحسار أو هالانكفاء النسبي عن التصريحات اليومية والكلام اليومي هو مشان ما يأكد لهم أنه في تسييس لهالتظاهرة.
انه هو عم بيحاول يقطفها او يوجهها او يستخدمها، او يعني مشان هيك لا في نواب او قيادات من القوات عم تنزل على الشارع، ولا هو عامل قضيته يوميا. الرئيس النائب سليمان فرنجي، نائب السابق سليمان فرنجي رئيس تيار المردة، كان مع الانتفاضة مبارح نتفي بكرر ذات الكلام تبع السيد حسن نصر الله. يعني ما بعرف يمكن نقول للأسف أو مش للأسف، بس إنه كرر ذات الكلام إنه هاي الانتفاضة كانت كويسة بس هلأ انحرفت وسيسوها. المنطق هيدا سيسوها وين؟ قولوا وين؟ كيف سيسوها؟ أول شيء عناوينها ومبادئها هي ذاتها عنها ما تسيست. ثانيا حدا يقول انه والله في حزب معين هو اللي، انا بيضحكوني بيقولوا انه سمير جعجع مسكر كل الطرقات، يعني كأنه بصور وبالنبطية وبكفرمان وبعلبك الهرمل وبعرينج وبالمناطق وبطرابلس، وانه هو يعني خيب. هو يمكن مساهم بالمنطقة اللي بيسموها مسيحية ما بين المتن وكسروين وجبال والكورة والمنطقة، اوكي البترون، بس مش بشكل نافر او مبين. يعني هو مهودي ناس كمان، جزء كمان حزب الكتائب والنائب سيد جمعي نزل على الاعتصام واعتصم، وامبارح كان بالسلسله البشريه الهائله المميزه. طيب هيدا معناها تسييس؟ طيب هذا جزء من هالناس، هيدا حزب صحيح بس هو جزء من هالناس. طيب هيدا اذا كان حزبي ممنوع من التعبير عن رايه، بطل يعني خسر مواطنيته وخسر حقوقه، حرام انه هيك ندمج الاشياء ببعضها. بس اتأكد انه هالمليونين انسان، يعني اذا في احزاب بتحرك منهم 100,000، في 1,900,000 مش حزبيين، كيف بتكون الانتفاضة مسيسة؟ هلا بيقولوا ايه ما هني ما بينتبهوا، هودي معترين بسطة هول بينزلوا على الشارع وبيكون في لاطي حدا وراهن احزاب عم تستغلهم بدون ما هني يعرفوا. خي تستغلهم بدها تغيرلهم اهدافهم، اذا هي عندها غايات واهداف، شو غيرتهم باهدافهم؟ انا ما شفت تغير شيء بالهدف من اول يوم لهلا وما راح يتغير. عم بيحطوا اول هدف سقوط هذه السلطه، يعني هذه الحكومه، حتى وقت الحدا بيتحمس وبيقول اسقاط رئيس الجمهوريه واسقاط النظام واسقاط كذا، بيكون يعني اكسيدازال بيسموه، يعني زياده حماس زياده هيك ايمان بالقضيه. ولكن واقعيا واكثريه الناس في وعي هائل، يعني ما حدا منتبه انه هالتحرك الهائل حضاري جدا. الجيليجون بفرنسا كسروا شانزليزيه، خربوا الدنيا اول يوم يومين، دست عناصر عملوا، شفتي اللي محاولة بساحة رياض الصلح بالهجوم على الاسلاك الشائكة واقتحام السرايا، شفتها؟ كانت تصير دائما بالتحركات السابقة، وكان الجيش والدرك والقوى الامع كانت حاضرة معهم وتردهم وتصير اشتباكات وتصير كذا. هالمرة عم بيصير هيك؟ هلا قطعوا الطرقات قلت عم بيفتحوها، هو لانه في طرقات جديده سكروها اليوم تاكدوا انه في اضراب عام، في اقفال عام. من بعد الظهر خلص انتهت الاشغال والكذا، رجعوا فتحوا الطرقات اللي اضافي عملوها، يعني هاو الطرقات اضافيه سكروها، بينما الطرقات اللي مسكره مركزيا بالاساس بعدها رح تضل مسكره. وهلا رح نشوف بعد شوي مزيد من الحشود بزوق وبجبال وبجلي الديب وبوسط بيروت. نعم. وبرياض الصلح. هذا فيما يختص بموقف الدكتور جعجع ورئيس المردة سليمان فرنجية. موقف الحزب الاشتراكي اليوم، يعني شفنا الصدام يلي حصل بين وزراء التيار الوطني الحر في آخر جلسة للحكومة مع النائب أكرم شهيب والنائب. نعم. وائل بوفاور، لماذا لا يستقيل نواب الاشتراكي وزراء الاشتراكي برأيك؟ بالحقيقة كان في تنسيق بالاستقالة المشتركة مع القوات، رجع في قراءة يبدو أخرى، يعني الأستاذ وليد جنبلاط دائما عنده قراءات. البعض يتحدث عن أمور ميدانية قد يمكن تكون أكثر، يمكن في أسباب أمنية أو أسباب ضغط أو يعني ممكن يعني ما نسينا نحن بعد 7 أيار 2008 كيف صارت الأشياء الأمور. هيدا حرص منه على الناس على القاعدة الشعبية، بس تأكد انه الناس اللي بينتميوا للحزب التقدم الاشتراكي وللقاء الديمقراطي هن عم يسبقوا غيرهم على الارض، ومش صحيح انه في الحزب الاشتراكي عم يبعت عناصر يقمعهم، لا بالعكس في تعاطف، يعني لوليد جنبلاط ولحزبه وللقاء الديمقراطي وللنواب اللي بهالتكتل هن ضد هالناس، بالعكس هن يمكن
بعدين تاريخيا معروف من المرحوم كمال جنبلاط وتأسيس الحزب الاشتراكي انه حزب اجتماعي، مطالب الناس صحيح. العدالة، يعني مبدأ الاشتراكية الإنسانية، انه هيدا كيف بده يترك حاله؟ ما بيترك حاله اذا كان ضد الناس صحيح. العكس، انا هيدي بفصلها ما بين قراءة سياسية او تقطيع مرحلة سياسية بيدرسها الأستاذ وليد جنبلاط وبيعرف هو شو يتصرف، ما بين الناس وحركتهم بس كان واضح وليد بيك يعني عبر تغريداته انه هو مع الشارع الى اقصى الحق الى اقصى الحدود ومع استقاله هذه الحكومه. خليني اشير الى انه امين عام الصليب الاحمر اللبناني جورج كتاني اكد انهم على اتم الاستعداد والجهوزيه، وشدد على انه المتظاهرين يتساهلون منذ اليوم الاول مع سيارات الصليب الاحمر وعم بيمرقوها بشكل كثير طبيعي، هذه شهاده اضافيه على ويقومون بفتح كل الطرق امام الصليب الأحمر. وأكد أنه تم نقل 491 حالة صحية أمس، منها 236 حالة طوارئ و198 مهمة بأماكن الاعتصامات، 15 حالة نقلت للمستشفيات و183 تمت معالجتها بموقع. كمان هذه مثل ما قلت يعني شهادة طبعا. كمان أنه شهادة ميدانية يتم فتح بالحقيقة مستكترين على هالانتفاضة المليونية انه تسكر كم طريق رئيسيه. طيب تخيل انه ما تسكر كم طريق رئيسيه او توقف على ضفاف الاوتوسترادات وكذا. هي الناس السلطه سكروا لها هالمفاصل الاساسيه بالعاصمه وبالمناطق ومنا عم تسمع وانا عم تقشع، كانت رح تسمع اكثر يعني لو يوقفوا هيك بالصف على اطراف الاوتوستراد. ما نحن عندنا ابتلينا بلوي بهيك سلطه مش قادره تتحسس ولا تقرا السياسي وحركه السياسي. وين رايحين؟ لك في ناس عم يطالبوا بحقوقهم وعم يصرخوا وعم يطلعوا صوتهم على العالي، وكل يوم حشود أكثر من حشود، والناس عم تتعاطف معهم أكثر. لا، بدهم يرجعوا يستعملوا أساليب التشكيك، بيبعتوا واحد من هون، ليش مسكر الطريق؟ ما لازم يسكروا الطريق، لك تعوا كلكم، ما هو أصلا بالدستور وبالقانون بحقوق الإنسان وشرعة حقوق الإنسان كله هيدا مسموح. لا، إنك تسكر طريق بس سلميا. نعم. ما سكروا الطريق بسلاح ولا عملوا حواجز وحكوا عن الخوات وانه هيت هوياتك، كله مش مزبوط. طيب يعني عم يستعمل اي وسيله للتشكيك، لانه حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامه وصل من شوي الى بيت الوسط للقاء الرئيس سعد الحريري. بدي بالختام اخذ منك قراءتك لكمان صمت الرئيس نبيه بري. صمت بليغ برايي، صمت بليغ. يعني رئيس بري أذكى من أنه يطلع بتصريحات هيك شعبوية من جهة أو لا شعبوية من جهة، بياخد هيك مثلا طلع نزل لعنده وفد اليوم ويلا وجمع لنا مجلس واللجان وعجلوا كذا، نوع من هيك مزايدات على هو قال لهم أوكي هذا رح نعمله ونحن واجباتنا كذا، بس مش هذا مش الحل، هيدا مثل كأنه تخدير يعني تسويف، انه انا هلا هذا اللي قاعد بالخيمه برياض الصلح وبوسط بيروت بده ينطر اسبوع واثنين وثلاثه واربعه النواب يقعدوا على مهلهم يشوفوا شو بدهم يغيروا ماده ويزيدوا ماده على هالقوانين وتيرجعوا يطبقوا يعني مراسيم تنفيذ تنظيميه لهذه القوانين وتيطبقوها. العرب بسلامتك بيكونوا عم يحتويوا عم بيشيلوا يسحبوا روح هذه الانتفاضه. هذه الانتفاضه عند روحة وطنية لبنانية صافية نائية بهية ما ممكن حدا يقدر يسحبها. نعم. إذا روح 14 أدار اللي ما كانت بهالحجم وبعدها مستمرة بشكل أو بآخر وموجودة هلأ كمان بشكل أو بآخر بعدها مستمرة برأيك؟ نعم، وهلأ مستمرة بهيدا اللي عم بيصير، ما هي جزء منه. طيب جزء منه على ما يبقى الوضع على أحزابها الناس تبعهم زيتهم زيت الناس هودي اللي نزلوا سنة 2005 واللي كان عمره 15 سنة اليوم وصار عمره عمره 30 سنة هو زيته عم ينزل كان وقته وهلأ وقته ومع أهله ومع أخوته يعني هودي الناس. لكن أهمية 14 أدار 2005 إنه جمعت النضال المسيحي والإسلامي
لتحرير لبنان من الوصاية والاحتلال السوري، أهمية الانتفاضة الحالية إنها جمعت كل مكونات لبنان. وقتها كان ناقص المكون الشيعي بانتفاضة 14 أدار، اليوم المحرك المكون الشيعي بكل شجاعة بكل رؤية بكل اندفاع، واليوم المحرك الأساسي في هذه طبعا وهيدا اللي بيعمل أزمة للأحزاب اللي هي مسيطرة على الحال الشيعي. باختصار شديد، قراءتك لموقف البطريركية المارونية؟ البطريركية المارونية يعني مثل كأنها ماسك العصا من وسطها. الحقيقة مثل مبارح نموذج بيطلع وفد من التيار العوني بس قال لهم ايه لازم يطلعوا يتحاوروا مع الرئيس، صاروا يزقفوا وحكي شيء بما معناه انه يفتحوا الطرقات. يعني هذا موقف السلطة. دغري بعد منها فلوا قال لا بدنا حكومة مصغرة توحي ثقة والناس ترتاح لها. طيب هذا الموقف اللي هو بتجاوب مع قاعدة الكنيسة. الكنيسة مين؟ الكنيسة هي الناس. إذا نعمل مقارنة بين موقف البطريركية المارونية وموقف المطران عودي، قديش المطران عودي بيشبه الأرض بيشبه الناس بيشبه وجع الناس، وقديش موقف البطريركية المارونية بعده إذا فينا نقول رمادي إذا صح الحقيقة هيك؟ أول شيء بيستحق اللقب المطران عودي، سموه مطران الثورة. هلا بين مزدوجين عم يتسمى هيك مطران الثورة، لأنه هالانتفاضة الأخلاقية الوطنية اللي قاله وهالتصريح الحاسم اللي قاله بعتقد هيدا يسجل للتاريخ. نعم هيدا موقف بكركي كمان تاريخيا، بطرك صفير كان هيك وأكتر مش هيك؟ مش هو أسس بال2000 بنداء المطارن الشهير لتحرير لبنان من الاحتلال السوري، بس وضع خطوط حمراء امام قصر بعبدا بعهد ايميل لحود. هذا شان يعني في تراث عند البطريركيه المارونيه، قصه علاقه البطريركيه بالكرسي المارونية الاولى اللي هي رئاسه الجمهوريه. هيدي شغله خارج الاطار السياسي العميق بالمعنى العميق، هيدا نوع من تقليد اذا بدك، تقليد ما بين بكركي والرئاسي وبعبدا وقبل منا بكركي والانطاري وقبل منا بكركي وبيت الدين وقبل منا بكركي وسن الفيل والرئيس شهر الحلو. يعني بكل هالمواقع في حالة تراثية تاريخية علاقة معروفة ما بتطلع منا بكركي، ما فيها تطلع منها. نعم. وحتى وقتها أثرت على محاولة إسقاط الرئيس لحول. بس هلأ كمان مش مطروح والله إيه أسقطوا العماد عون من رئاسة الجمهورية، بس مطروح حكومة تحط إيدها على الوجع وتعالج وجع الناس. وجع من نعم. من معالجات الوجع ربما انتخابات مبكرة، يعني الانتخابات المبكرة في رأيك ما هو القانون الأمثل برأيك؟ يعني عم حاول أدنى فيه اكتسر لأنه هلا هي نقاش طويل قصة القانون الأمثل. أكيد القانون اللي كان هيدا منه الأمثل إيه حقق نوع من تمثيل صحيح أكتر، ولكن منه الأمثل لأنه في خلل. إذا بيصلح الخلل فيه، يعني إذا فينا نصلح الخلل اللي فيه بيكون يمكن أنسب شيء، بس بده تصليح. يعني 50% منه بده تصحيح، مش شغلي واثنين. نعم. أو هلا بيقولوا بنروح على في شغلة بنروح على دائرة وحدة على النسبية لبنان. أنا مع هيدي وقت اللي ببطل في أحزاب طائفية، وقت اللي ببطل في طائفية سياسية، وقت بنروح على مجتمع مدني ودولة مدنية وعلمانية حتى لوصولا إلى العلمانية، يعني فصل الدين عن الدولة. ساعتها بتعمل لبنان دائرة واحدة، لأنه عاد في مشكلة طائفية. طالما في مشكلة طائفية ما فيك تعمل لبنان دائرة واحدة، وهذا ما راح يمشي الحال. بدنا نكون منطقيين. نعم. بدنا نفتش عن قانون انتخاب أقرب إلى المنطق والعقل. الوضع الاقتصادي حضر اليوم ببيت الوسط على ما يبدو. الرئيس الحريري مثل ما قلنا اجتمع مع حاكم مصرف لبنان، ومن ثم اجتمع مع وزير المالية علي حسن خليل، إنما كل حدا على معالجات للوضع المالي. نعم. والنقدي والاقتصادي هيك. نعم. بس هيدا مش معالجة سياسية. نعم. بدنا نروح على معالجة سياسية. ما في حل إلا ببدء الحل السياسي. مدخل سياسي هو استئناف الحكومة. سؤال أخير أستاذ الياس، قديش التأس البشع اليوم؟ قديش شو؟ التأس البشع رح يأثر على يعني بيأثر مؤقتا بيأثر، بس بالعكس يعني هيدي نوع من عمادي لهذه الانتفاضة. نعم. معلش أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم في تلفزيون لبنان. أصدقائي المشاهدين، نحن مكملين معكم أيضا في هذا اليوم تغطية لكل ما يحدث في كل لبنان. خليكم برفقتنا لحظات قليلة ونرجع لكم.